اهلا بيكم مشاهدينا ومعانا فقره جديده من فقرات ترند. النهارده معايا فنان شاب موهوب بجد، اشتغل مع نجوم كتير وعمل ادوار مميزه جدا في الدراما المصريه وكمان المسرح، شارك في الاختيار وقدم شخصيه المجند البطل الشهيد مؤمن رزق ابو اليزيد، كمان بيتعرض له دلوقتي مسلسل بنت القبائل. بدأ مسيرته بدري من وهو طالب في معهد الفنون المسرحية، وشارك في عدة أعمال أبرزها الكيف وحارة اليهود، الوسواس وسبع أرواح وأعمال تانية كتير هيكلمنا عنها بنفسه النهاردة. معانا النجم الشاب الموهوب ميدو فايد. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ ازيك يا ميدو؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله، منور الدنيا. والله انت منورة وانا فرحان جدا انا في وسطيكم النهاردة. ان شاء الله تبقى ترند على طول وتيجي معانا في ترند. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. قول لنا بقى اخبار ردود فعل الناس على مسلسل بنت القبائل اللي بيتعرض دلوقتي ايه؟ والله الاخبار كويسه جدا بجد. طبعا التعليقات كتيره بتجيلي على السوشيال ميديا طبعا، وتليفونات من بره مصر وجوه مصر كتير جدا بيقولوا لك ايه؟ الكاركتر جديد وانا تعبت فيه جدا بصراحه، يعني انا تعبت جدا فيه، ومعايا كوكبه من نجوم تقريبا نجوم مصر كلهم في المسلسل. محمود عبد المغني مع الحفظ الالقاب طبعا، استاذ محمود عبد المغني، استاذ محمد رياض، استاذ حنان مطاوع، طبعا كل دول تحت قياده الله. المايسترو طبعا استاذ حسني صالح، انتاج الجبري وشركه سينرجي، استاذ تامر مرسي. فلا عمل فيه كل عناصر النجاح والنجوم كلهم ابدعوا فيه بصراحه، فكان ليا الحظ ان انا عامل دور كده لاين حلو جدا. يعني ايه بقى؟ يعني ناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت لايق في الدور؟ لا مش لايق، لان انا شفت الصور، احنا هنشوف الصور دلوقتي سوا. اللي هو لابس فيها صعيدي. صعيدي؟ ها؟ تتكلم صعيدي؟ بكام شويه يعني بحاول يعني. لا انا اصلا هقول لكم مفاجاه بعد شويه غير الصعيدي. غير الصعيدي انا اصلا هقول لكم. خدك احنا برضو اللهجات تقريبا بنتعلمها في الاكاديميه، في اكاديميه الفنون. فصعيدي، فلاحي، كل الحاجات دي احنا بنتعلم بتتعلموها؟ طبعا وبندرسها. طب في مشهد في المسلسل صعب جدا ليك؟ انا شفته مش عارفه ازاي ده، بتنزل فيه في البير صح؟ ده مشهد نزلوك الشقلبه. نزلوك البير يا ميدو؟ نزلت البير وكان مالي. وانت اللي نزلت؟ انا نزلت بنفسي طبعا. يعني مش حد مثلا دوبلير بيعرف ينزل ويطلع؟ خالص انا نزلت بنفسي. استاذ حسني طبعا قال لي هتعرف تعمل ده ولا لا؟ قلت له طبعا هعرف. طبعا انا في شغلي يعني. حتى الموضوع ده حصل برضو، كنت شغال في ابو عمر المصري وكنا بنعمل مشهد احمد خالد موسى، المفروض هطلع بالعربيه افجر السفاره السودانيه، المسلسل ده كان بتاع احمد عز، فبرضه عملت المشهد بنفسي، ما فيش دوبلير ركب ولا في اي حاجه. الصوره حطوها لنا اهي. دوت في بيت القبائل بيتعرض دلوقتي على الحياه. فطبعا انا قلت له انا جاهز. نزلت البير طبعا سعيدي، ماسك الحبل في ايد ورافع رجلي متشقلب وماسك الجردل بايد، ومفروض ان انا بملى ميه، ومفروض ان انا بمثل وانا يعني انت مش عارف تركز بقى. ولا تمثل؟ بجد. صعب. طب عملت ايه؟ حنان مطاوع ما شافتني اصلا، نسيت الكلام. والله يعني بصت كده، هي فاكره يعني في حاجات مساعده او في حاجه، او ما شافتني كده حبيبي. هي جميله حنان والله. مطاوع جميله. لا جميله جدا جدا. لا لا هي روحها حلوه قوي قوي، وسمعت كلام منهم حلو جدا يعني. استاذ محمد رياض قال لي كلام يعني طلعني سبع سما بصراحه. طب وانت يعني عملت تريننج؟ مرنوك؟ جابوا حد ولا نزل اي حاجه؟ يا جابر الكسر ما للكسر مش مشبوه، والدنيا جاية على زي الرياح حوجة، بتصحبك الدنيا سكتها مغروب. هم جم قالوا لي يعني لو كنت وقعت كان خلاص. هو يعني احنا في الاكاديميه بنتعلم ده كتير، ولازم الممثل طول الوقت بيحافظ على جسمه، بيحافظ على الفيتنس بتاعه، بيتمرن، لان انت معرضه في اللوكيشن المخرج تيجي له فكره اعمل ده، فانت لازم تكون جاهزه. مش هتقول له بقى لا هروح اجهز. الله. زي ما شايفين كده الصور، مش هنروح نجهز بقى ونيجي نعمل، لا انا تمام انا جاهز يلا. وبعدين في كاميرات وفي ناس شغاله وفي فلوس مدفوعه كتير، فلازم تبقى قد الامتحان. طب كنت بتقول ايه في المشهد بتاع البير ده؟ المفروض هي حنان مطاوع، هي ومغني جايين بيشوفوا رجاله الجبل، احنا من رجاله الجبل. باين في الصوره انك من رجاله الجبل قوي. بس عارفه اللي هو ايه يعني، الشرير الطيب يعني، هو مش شرير برضو يعني. هو طلع الجبل برضو عشان حاجات وعشان ياكل عيش وما فيش كده يعني. انت كده قاعد على الجبل؟ انا كده لا، بتكلم مع محمود عبد المغني في الصوره. بتكلم مع مغني بقول له يعني في مالك، قول لي ايه اللي بيك،
ده انا عايزه بقى، لا انا عايزه لما في البير تقول، تقول لي انت ايه اللي بيك، تقول لي قلت ايه. احنا قلنا المفروض حنان جايه، فالمفروض بنملى. احنا المفروض قبلها سرقنا المواشي بتاعتهم وبنملى من الميه بتاعت البير، فهم فحنان قصت الحبل عشان ما نيجي ننزل الجردل ما يوصلش. اوكي. فانا قلت لهم خلاص انا هنزل بنفسي املى الجردل وانتوا شدوني. فانا نزلت وما طلعتش لحد اخر المسلسل. يعني انت نزلت وما طلعتش؟ لا طلعت طبعا، بس يعني فاهم. فطبعا هي بقى فضلت متربصه، فانا بقول لهم شد يا برجاس انت وجعبور، الجردل اتملى يا ولد ابوك كده يعني. فالحديث كان كده لحد ما طبعا هم شافونا وجم ضربوا الرجاله، وفضلت انا متعلق في الحبل. وفضلت انت متعلق؟ فضلت متعلق. بس يا استاذ حسني صالح انا فين بقى يعني؟ انا لسه بقى مستني في الحال، لسه في البير لحد اللحظه دي. يعني لحد دلوقتي في البير؟ لا مشهد صعب جدا جدا. والميه ميه ترعه، مش ميه حلوه. الميه دي ميه ترعه يعني، ميه مش نظيفه. طب ليه كده بالهريسيا؟ ما عادي بقى، خدنا حقنا وكله تمام يعني. الحمد لله. الحمد لله. طب الحمد لله على سلامتك والله انك طلعت من البير. على فكره عامل ترند، جايب فوق ال 4 مليون فيو المشهد ده. المشهد ده حلو. الحمد اعتقد لله. ده المشهد اللي مش هتنساه طول حياتك خالص. طيب. ولا هو ولا في مشاهد تانية طبعا في الحديث هنتكلم عليها تاني، في حاجات برضو ترندات في حياتي كده الحمد لله يعني. طب انا عايز اسالك، انت حاسس ان مرحله الانتشار يعني خلاص عدت، ولا لسه هتيجي، ولا انت محتاج لسه انتشار اكتر، ولا؟ بصي، هو في يعني باختلاف العصور او الوقت، لا لسه طبعا لسه كتير. انا اعتبر نفسي ما عملتش اي حاجه. الله يعني متواضع والله. لا بجد لسه طبعا كتير جدا قدامي، كتير جدا. نخلي بالك زمان كان المسلسل بيتعرض كان بيبقى على قناه او قناتين ومصر كلها كانت بتستنى. دلوقتي انت عندك كام قنوات؟ صح. كام مسلسلات؟ مسلسلات كتير. فطبعا انت عشان توصلي المشاهد يحفظ شكلك ويحفظ ويعرف ان انت ممثل شاطر وبتجتهد وبتاخد خطوات كويسه، لازم تعمل حاجات كتير جدا، ولازم تنتشر كتير جدا، بس في حدود. ما هو الانتشار ممكن كل يوم اعمل مسلسل، وممكن كل يوم اعمل اي حاجه، ده مش صح يعني. في حاجات معينه اقبلها يعني، مثلا زي الاختيار مثلا. لا انا كنت لسه هقول لك المسلسل ده مش محتاج بقى ولا بالزبط. انتشار ولا مسلسل. ما انا بقول يعني لو هطلع بقفايه في الكاميرا انا موافق جدا. طب يعني كلمني عن ذكرياتك وكواليس مسلسل الاختيار. يعني كنت عايزه احسس بايه وانت بتقدم شخصيه بطل من ابطال قواتنا المسلحه، وده بقى كل مصر اتفرجت عليه. ده كان تحس ان المسلسل ده كان اجباري مش اختياري. بص يا ساره، هو اصلا يعني شرف لاي ممثل بجد، مش كلام برامج ولا طبعا. كلام دي حقيقه. شرف لاي فنان خصوصا في بدايات حياته السي في بتاعك يبقى فيه عمل زي ده. الله يعني الصورة اهي. ده طبعا معايا ابو غزاله حبيبي. ايوه. بصي الاخراج كله ابو غزاله، ابراهيم ابو فرج، وليد سالم، مش عايز انسى حد، نادر ناجح، اسلام عباس، كل الناس دي تعبت في المسلسل. كرو الاخراج شاطر جدا طبعا، راسهم مستر خيري سالم، والمايسترو طبعا دكتور بيتر ميمي طبعا. طبعا. فالناس تعبت جدا جدا جدا. وشرف لاي فنان انه يعمل ولو مشهد. وانت شفتي يعني في نجوم كبيره جدا عامله حلقه وعامله مشهد وعامله مشهدين. صح. في كمان في 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 قواتنا المسلحه وفي التاريخ المصري دوت الشهيد مؤمن رزق ابو اليزيد. طبعا تواصلت مع اهله وكلمت والده. بقول لك انتوا فيكوا شبه من بعض يعني، انت اقرب حاجه لشكله. انا معرفت ان انا اعمل شخصيته، انا حاولت اخس شويه. طبعا حلقه حاولت شعري. تبقى شبه. حاولت ابقى شبهه جدا جدا. وهنا دوت اللي احنا اتعلمناه، ان انت تبقى على يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا كمثال مثلا استاذ احمد زكي وصلك ان انت شايفاه انور السادات. صح. هو هنا ده الممثل اللي بتكلم فيه. ان انت تحاول على قد ما تقدر توصل للشكل. دي مداهمه من مداهمات في الصوره ديت، دي كانت مداهمه من مداهمات. فالتاريخ بتاعنا مليان قصص كتيره جدا جدا يعني. قواتنا مسلحه. كلمت اهله؟ طيب وبعدين انا عايز اعرف انت عملت ايه بقى. اولا كلمتهم في اول التصوير، ما بصراحه كنت مش عايز يعني زي ما يقولوا ايه اقلب عليهم مواجع او فصورت كده شويه. بعد كده رحتهم كلموا، قلت لهم انا كذا كذا ميدو فايد بعمل دور الشهيد مؤمن رزق.
طبعا ناس فرحت جدا جدا، طبعا ناس بسيطه جدا، وناس يعني الله يرحمه فرحانين جدا ان ابنهم بيتمثل في 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 ملحمه مهمه زي دي. طبعا في يعني اعتقد مسلسل الاختيار هيبقى من اهم المسلسلات في التاريخ يعني. صح. في وجهه نظري احنا ما كناش بنعمل حاجات زي كده، وكان المنتجين بتخاف تعمل حاجه زي كده، يقول لك ده هيسقط ومش هينجح. لا، احنا في الفتره ديت محتاجين من ده كتير محتاجين جدا، محتاجين. صح. وفي ابطال كتير جدا، وفي رموز كتير جدا، وفي من الشباب يعني مش شرط من الجيش. يعني ازمه كورونا دي في الطب مثلا شفنا حاجات كتير جدا، وفي شباب ناجح بره الوطن العربي ومشرفنا كتير جدا. طبعا. في الرياضه، في كل المجالات. محمد صلاح هتلاقي محمد طيب. صلاح طبعا. قول لي بقى، لما كلمت اهله قالوا لك ايه؟ كانوا فرحانين جدا وقعدوا يدعوا لي. سالتهم عن ايه؟ يعني قلت لهم كان بيتكلم مع اصحابه ازاي؟ بصي انا ما ازاي سالتهمش، ما سالتهمش في التفاصيل بتاعت حياته. انا اللي سالتهم في التفاصيل بتاعت حياته زمايله اللي هم عايشين، اللي هم عارفين الناجين من لان انت محتاج تبقى جوه يعني جوه الجيش بالظبط. فانا قعدت معاهم وعرفت ان هو كان مبتسم طول الوقت، طيوب كده، حد طيب جدا، ما كانش بيزعل حد. الله يرحمه. شفت المكان اللي هو استشهد فيه؟ شفت طبعا. قالوا لي هو استشهد في المكان ده بالظبط، المفروض هو كان بيضرب وبعد كده نزل يجيب الاسلحه، وهو طالع اخد الطلق في ظهره. الله يرحمه. مع طبعا يعني لما تسمع منهم اكتر فجسمك بيقشعر، فاهمه؟ طبعا. يعني اللي احنا شفناه ده ما يجيش 1/10 من اللي بيحصل بجد. يعني الحقيقة. انت عشان تنزلي شغلك مطمنه، وانا عشان اروح اشتغل وانجح والناس تنزل بعربياتها والطلبه تروح مدارسها والجامعات والحاجات دي. حسيت انت قوي بقى لما صورت المسلسل بالحاجات طبعا. انت بتبقي في امان. وعلى فكره الناس كلها لما شافت المسلسل عرفت يعني ايه جيش ويعني ايه عمليات. احنا بنسمع استشهد، كمين اتضرب، بس والفيسبوك وبتنتشر والموضوع خلص والصورتين وشكرا. لكن الحقيقه صعبه طبعا. الحقيقه صعبه، وفي مشاهد كتيره اتصورت برضو، وكان في مشاهد ممكن تتصور اكتر، بس للوقت، واللي احنا برضو دكتور بيتا كان خايف على مشاعر الناس شويه، فمش عاوز يجيب حاجات اقوى من كده. يعني اللي احنا شفناه طبعا حاجه عظيمه جدا، بس في نفس بس من غير ما نجرح مشاعر الناس بالظبط. خلي بالك برضو الاختيار نجاحه بقى فيه جزء تاني طبعا. يعني نجاح تعتبر الاختيار اهم مسلسل عملته لحد دلوقتي؟ الاهم طبعا. الاهم. بص الحمد لله كل يعني بيجي لي حاجات، بس بحاول قد ما اقدر يعني حتى لو حاجات صغيره هعملها، بس هتعلم مع الناس. صح. وكل اللي متابعني او شايفني من بداياتي انا بعمل ده. يعني من بدايتي في حكايه بنات كان اول مسلسل اشتغله لحد الاختيار، انا بحاول قد ما اقدر اشتغل في الحاجه اللي انا هشبع منها، وفي نفس الوقت هحس ان انا مقدم حاجه للناس كويسه، قضيه. يعني حتى لما اشتغلت في كان في مسلسل، مش مسلسل، خط درامي، كان برنامج اسمه بتاع جورج القرضيحي، اخرجه الاستاذ خيري سالم، ده بيناقش قضايا حقيقيه، قضايا سرقه وبتاع، اسمه الابواب المغلقه. عملت برضو قضيه حد دخل سرق وقتل، وانا كنت طالع بحقق في القضيه، طالع دور ضابط بتمثل فيه، بمثل فيه. فالحاجات دي جدا بتوصل للناس. يعني بتوصل لهم جدا وبسرعه، وكل ما يكون الحاجه دي صادقه جدا. يعني في الاختيار كل ممثل فينا يعني تقريبا طلع كل اللي عنده مشاعر عشان كده واحاسيس بالظبط، عشان كده كل الناس صدقت شهيد عشان كده كل الناس صدقت. صح. وده الصح. صح. يعني انا اتمنى من الانتاج والمنتجين الفتره الجايه يركزوا في ده، يركزوا ما يبقاش كل يوم في حاجه عشان الناس ما يجيلهاش ملل او كده، بس على فترات، بس يبقى خط من ضمن الخطوط اللي يركزوا لازم عليها. كل فتره نبين الابطال دول. صح، عندك حق. ميدو، انت اشتغلت مع مخرجين كبار الحمد لله، وكلهم بيشتغلوا بجد وبيختاروا صح ومش بيجاملوا حد، يا ترى ده بيخليك تختار ادوارك صح ويجبرك على وضع قواعد معينه في الاختيار، ولا خلاص هو طالما انا معايا مخرج كويس هو هيظهر كل حاجه؟ لا، هو مخرج كويس بيريحك نفسيا. انت بتبقي داخله مذاكره ومحضره نفسك، وهو بيساعدك لو اكتر طبعا.
اولا ممكن انا في اوقات كتيره انا من النوع اللي ما برضاش على نفسي، ما بحبش اتفرج في المونيتور، يعني ما بحبش بعد ما اخلص الشوت بتاعي او المشهد بتاعي اروح ابص في شوف انا عملت ايه ولا لا، خلاص سيبها على الله. وبروح بقى يعني في البيت بقى يقولوا لك انا عملت وحش وانا كنت زي الزفت النهارده، انا مش عارف عملت كده ازاي، انا كنت ممكن اعمل احسن من كده. والله ده كتير. وابقى مش طايق نفسي لما بتفرج فلاقي الناس الفيدباك كويس جدا فبهدى. بس دي حاجه حلوه ده، وطالما انت طول ما انت مش راضي عن نفسك طول ما انت هتبقى احسن. انا طول الوقت كده، طول الوقت كده جدا، ده حلو قوي. وبأني بنفسي طول الوقت، ما لا انت لو عملته كده هيبقى احسن، لا انت لو حفظت لو قلت الجمله دي كده التقطيعه دي تبقى احسن، صح، تبقى اقوى، لا انت لو شكلك زايد فانت لا اظبط، لو في حاجه جايه لازم تخس، لازم تروح تتمرن كده، بتاخد بالك من كل جداً التفاصيل. جدا جدا، برافو عليك. طب بتشوف دايما الاجيال الجديده كل اهتماماتها يعني بالكل والتواجد فقط، انت كده يا ترى انت اتعلمت كده من المخرجين الكبار ولا نفسك تعمل كده؟ بصي لا يعني مساله التواجد فقط يعني انا ما احبهاش، يعني هي بصي هي سلاح ذو حدين، هي مطلوبه عشان تتعرف عشان الناس تشوفك كتير بالظبط، وفي نفس الوقت مش يعني بالنسبه لي انا يعني صعبه شويه. انا رايي انك لو اخترت تعمل سيئه هيوقعك، فانت مش عايز تعمل ده. يعني لما تعملي حاجه كويسه تبقى الناس شايفاكي في حته كويسه، ما بتحبيش تقلي، يعني دايما تبقى عندك طمع ان انت تزيدي، طمع ان انت تاخدي اكتر، صح. وده اللي احنا اتعلمناه حتى في الاكاديميه، واللي اتعلمته استاذ نور الشريف قبل ما اخش الاكاديميه هو اللي قال لي لازم تخش وتدرس، واستاذ خالد صالح برضو نفس الكلام الله يرحمه، لان انا كنت برضو في فرق في الجامعه وفرق حره وبروفات في استوديو عماد الدين، يعني كانت مشوار طويل يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عايز ارجع معاك لورا شويه وافاجئ الجمهور بايه بقى؟ بايه؟ انك اصلا مترجم. ايوه. ومرشد سياحي. ايوه. وان فاتك الياباني ايه يا مين؟ مش هيرجع تاني. مش هيرجع تاني. يوروشكو انا جايش مص. انا بقيت اقول له بجد. انا بكلمك ياباني اهو. انا بقيت اقول له بجد يقول لي بجد، لو سمحت كلمنا ياباني. جا ايما انو اوشكايشتي اتاداكيتاي تو اوموي مص. واتاشي وا انو موهاميدو تو موشي مص. بوكو نو نيك نيم وا ميدو ديس. واتاشي وا انو نيهونغو غايدو توشتي هاتراي مص. نيهونغو غايدو داكي دوا ناي. هايو مش تي مص. よろしくお願いいたします。いやひなひ。あなあ عرفتك نفسي بالياباني كده بسيط. أنا ما فهمتش غير ميدو. يعني كل اللي أنت. ما حسيت لقطتي بس. أنا فهمت في ميدو بيعملوا كده ها. الترجمة هتنزل بعدين. صعبة قوي اللغة الياباني دي يا ميدو إزاي يعني. بصي هو حب. يعني أنا أصلاً درست سياحة وفنادق، أنا خريج سياحة وفنادق إرشاد سياحي ياباني. ودرست ياباني طبعاً. وبعد كده رحت السفاره اليابانيه في المركز الثقافي الياباني، درست كملت الكورسات طبعا فضل كل بعض ربنا طبعا لاساتذتي ودكاترتي. ايه يا ميدو ايه اللي جاب دماغك للياباني؟ اللي جاب دماغي للياباني الانيميشن. يعني تحس انه منفرد كده، فكر في حاجه انفراد. الانيميشن والبلاي ستيشن. فعلا في بلاي ستيشن كنت تسمع الكوره، كان في زمان يعني جيلي انا واصحابي كده عارفين ان هم قاعدين في بلاي ستيشن على طول، كنا بنسمع الكلام بالياباني، المذيع دايما بيقول حاجات بالياباني، الكرتون يعني اكيد انت اتفرجت على مازينجر باور رينجر. الحاجات دي اصلا يابانيه، كابتن ماجد. كابتن ماجد ده اصلا ياباني. فانا كنت حابب ايه الناس بتقول دي يعني. يا جماعه ميدو من ايام كابتن ماجد هو عايز الترجمه. يعني هو بيتفرج على كابتن ماجد وعايز الترجمه اللي بالياباني دي كان بيقول ايه كابتن ماجد. فلما كبرت شويه كنت العب كوره في احد الانديه الكبيره يعني في مصر، قطبي الكره المصريه. تلعب كرة فين؟ مش هقول طبعا. سر ده يعني. صحابي عارفين طبعا والقرابين مني عارفين، وكنت في ناشئين النادي. انا عايز اعرف اسم النادي ما من اصحابك. انا عندي جمهور عايزين يعرفوا اسم النادي. هقول لك بعدين بخلي سر يعني. عشان وانا هقول لكم. فكان طموحي بص بقى تفكير يعني. انا كانت التمثيل كان لحد دلوقتي هوايه بس. ما انا السؤال اصلا عشان اعرف انت ايه اللي وداك بقى للتمثيل بالظبط. كان كل ده هوايه، مدرسه وبطلع اغني في المدرسه وبمثل في المدرسه وكوره في منتخب كده يعني، بس التركيز كله كان على الكوره، وكان طموحي ان انا احترف كوره في اليابان، ومنها لما بطل واعتزل كوره يبقى انا كسبت اللغه بتاعتي وارجع اشتغل مرشد سياحي في مصر. انا عرفت دلوقتي ايه السبب. كان تفكيرك في الكوره وعايز تسافر تحترف في اليابان بالظبط. فلما موضوع الكوره باظ وجات لي اصابه بقى وقعدنا. السلام عليك. كان بقى موضوع التمثيل كان هوايه، كنت بعمل مثلا في ساقيه الصاوي بنعمل عرض طبعا ايام الجامعه.
كنت في مسرح الجامعة وكنت كنت بتحب التمثيل جدا بقى. كان الموضوع كان كبير جدا لحد ما عملت في ساقية الصاوي عرض اسمه قراصنة بابل. وتعمدت ما عزمش حد من قرايبي ولا اصحابي، ما فيش غير حوالي 4 بس اللي جم. القاعة كلها كانت قاعة الحكمة أنا فاكر، من تحت لفوق كده كومبليت، الناس واقفة، في ناس واقفة عايزين يتفرجوا على العرض. واتفرجوا على العرض. بعد العرض أنا كنت يعني كنت عايز أسمع الفيدباك بتاع الناس، لقيت الناس كلها بتقول لي أنت لازم تكمل. من هنا قررت إنك تكمل. أنا كنت واخده موضوع عادي. من اللحظة دي قلت لا في حاجة. اللي برضو قال لي الجملة ديت كان زميل ليا اسمه ماجد، كنا بنخرج عرض في السياحة وفنادق. وبعد العرض برضو قال لي أنا ظلمتك في الدور، أنا المفروض كنت تعمل حاجة أقوى وأكبر. بس أنا كنت يعني أنا كنت عنيد شوية، إن هو كان مديني دور مساحة أكبر، لأن كنت شعري طويل ساعتها، كنت مطوله جدا، ما كنتش عايزه، ما كنتش حابب الدور. فروحت أعمل إيه؟ رحت أحلله شعري كده عشان ما يدينيش الدور. مش عايز الدور اللي مش عايز الدور الكبير. ليه؟ كده ما كانش عاجبني. فبعد العرض قال لي لا. من اول ما اتحط مش عاجبني، فنك من اولها ماشي. بس فمن ساعتها بقى دخلت بقى الاكاديميه، ومن سنه اولى الحمد لله دكتوره سميره محسن ودكتور جلال الشرقاوي احتضنوني جدا ودرسوا لي. دكتوره سميره محسن طبعا كانت سبورت ليا جدا. دكتوره نبيله حسن يعني من الناس اللي واخده بالها جدا مني، حتى في ساعدوك في ان انت جدا تنجح. كانوا فرحانين بيا جدا وكانوا سبورت ليا جدا في اي حاجه بعملها. طب الحمد لله. من سنه اولى انا بشتغل يعني رحت بقيت مساعد في المسرح، مساعد اخراج مع دكتور جلال الشرقاوي، وممثل وملقن وممثل. الله، دي مدرسه كبيره. جلال الشرقاوي استاذ يعني دكتور جلال الشرقاوي كنت بروح معاه اشتغل مساعد مخرج. كنت بعد كده اروح ورا الكواليس امسك النسخه ولقن من ورا الستاره. ده كان بيعلمك كل حاجه. وبعد كده قافل واقوم داخل قالع مغير هدومي بسرعه عشان اخش الدخله بتاعتي كممثل. واوقات كنت ابقى راقص لو حد من الراقصين غابوا. ما شاء الله، في مواهب كتير يا جماعه. كنا بنعمل مسرحيه اسمها كوتش مع الله يرحمه استاذ طلعت زكريا. الله يرحمه. ده كان حبيبي جدا طبعا. الله يرحمه. وانتصار. جميلة انتصار. والله يرحمه وائل نور. الله يعني مجموعة أنا كنت محظوظ جدا إن أنا بشتغل طبعاً. مع ناس مهمة جدا يعني. صح. طب بما إننا اتكلمنا على أستاذ جلال الشرقاوي، إيه رأيك لو قلت لك أوصف كل مخرج اشتغلت معاه بجملة؟ أستاذ خيري سالم. أخويا الكبير. أحمد سمير فرج. العبقري. حسني صالح. الأستاذ. بيتر ميمي. الدكتور. طارق رفعت. الشاطر قوي. مين فيهم تحب تشتغل معاه تاني قريب؟ كلهم. كلهم؟ كلهم. متأكد؟ طبعا. نفسي طبعا اشتغل مع استاذة كاملة ابو زكري. طبعا حد اتمنى. حد جديد. ها؟ اتمنى طبعا اشتغل مع استاذة كاملة ابو زكري واستاذ شريف عرفة. في طبعا مخرجين اللي انا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، استاذ سامح الشوادي. ده من الناس العظيمة عايز جدا. عايز تشتغل معاه برضه. نفسي اشتغل معاه وهو الله. يستاهل يعمل حاجة كبيرة جدا. وفي سامح سالم وفي مخرجين كتيرة جدا برضه. ربنا يوفقك يعني. انا محظوظ الحمد لله كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم انا مبسوط جدا وبحترم كل واحد فيهم، وكل واحد اداني حاجه اتعلمتها منه. حلو. في مسلسل خط ساخن. اوكي. انت خلصته ده؟ ها؟ خلصنا خط ساخن. ليه ما تعرضش؟ والله هو تعرض بس تقريبا اتعرض مش في مصر يعني. انا بتكلم انه ليه ما تعرضش في قناه. ما تعرضش لسه هنا يعني. لسه. مسلسل مهم جدا، معانا سلافة وخرجي. ومعانا استاذ صلاح عبد الله، ومعانا نضال الشافعي، ومعانا ميدو عادل، معانا كوكبه من نجوم عظام يعني. اتمنى ان هو يتعرض قريب لانه مسلسل حلو جدا. حلو. وبره الصندوق يعني. موضوع جديد جدا. طب انت كان عندك مشاريع تخرج وافلام قصيره كده؟ طبعا. طب انا عامل كلمني عنهم كده بسرعه، قولي كان ايه اقرب حاجه ليك عملتها؟ بصي، هو في افلام قصيره كتير جدا عملتها، وفي افلام خارج جوائز، وفي معهد السينما طبعا اشتغلت مع ناس صحابي كانوا بيعملوا مشاريع التخرج بتاعتهم. في في فيلم اسمه روح جسد. ده فيلم كويس جدا، المخرج بتاعه كويس جدا. اكتر فيلم عجبك ايه؟ اكتر فيلم كان في اكاديميه الشروق.
كان ترشيح برضو من استاذ سامح الشوادي، جيته بيكلمني قال لي في طلبه بتعمل كذا كذا، اشتركت معاهم. الفيلم اسمه ضمير من ورق. ضمير من ورق. انت عجبك ده؟ جدا. عجبك تمثيلك جواه؟ عجبني تمثيلي وعجبني الموضوع. الموضوع بيناقش حاجات مهمه جدا. هو الموضوع كله الفيلم كله تقريبا 10 دقائق بس قضيه مهمه جدا. طب يا ميدو بقى عايزك تحكي لي عن موقف بتاع الجبه والقفطان، ايه الموقف ده؟ بيضحك. لا بصي، ده كان في المعهد؟ ده كان في المعهد. انت جبت السؤال ده، انت جبت وعرفت. انا عارفه كل حاجه عنك. شوف انا بقى عارفه كل حاجه عنك. كنت سنه اولى وكنا بنعمل المشروع، مش فاكر دكتور هاني مطوع الله يرحمه ولا دكتور سناء شافع، مش فاكر الموقف بقى. المهم كنت بعمل دور شاب ازهري، تمام، والمفروض ان اجيب بقى الجبه والقفطان والكلام ده. عايز اقول لك لفيت مصر كلها مش عارف اجيبهم منين، ورحت حتى للناس اللي هم متخصصين بيأجروا لبس ملابس ما لقيتش. فكان معانا في السكشن زميله عزيزه عليا اسمها صفاء، صفاء مغربي، مرات حرم يوسف يوسف شرف الدين المخرج، ده هو مخرج الدالي باجزائه طبعا. تمام. مخرج كبير. والمفروض انا كنت هشتغل معاهم في حاجه بس ما حصلش نصيب. فهو ما عرفش، عرف هي قالت له او هو عرف منين ما اعرفش. فلقيته ساعة واحدة تقريبا بالليل، كنت في الاكاديميه في المعهد بنام بروفا، شغالين على بروفا عشان امتحان صباح تاني يوم. لقيت موبايل بيرن، رقم طبعا انا ما اعرفوش. رديت الو، ايوه يا ميدو انت فين؟ قلت له انا في الاكاديميه. مين حضرتك؟ قال لي انا يوسف. يوسف مين؟ قال لي يوسف شرف الدين. قلت له ايوه يا ذاك الريس، عامل ايه الاخبار؟ قال لي تمام. انت فين؟ قلت له انا فوق. قال لي طب انزل انا بره المعهد. فاستغربت، فنزلت. وقوم نازل بقى مش عارف فيه، انا مش عارف فيه ايه. فنزلت قلت له حفلت شنطه العربيه. قال لي خد اللبس امتحن بيه. وانا واثق كانت حاجه كويسه، فعارفه اللي هو حد سبورت جدا طبعا، وبيديكي بوش جدا. وقال لي انا عارف انت انا قلت له اتمنى ان انت تيجي تتفرج. قال لي انا عارف انت هتعمل ايه، واثق فيك. اه فدي حاجه حلوه تخليك تبقى عايز تدي اكتر كده. ما هو انت لما تعملي حاجه كويسه وتلاقي الناس سبورت ليكي جدا وفي ظهرك جدا، دي حاجه كويسه جدا. يعني انا من الحاجات اللي بتعجبني جدا الناس لما بتشوفني في الشارع، احنا عايزين نشوفك في حاجه اكبر، عايزين مش عارف ايه، عايزين يبقى ليك فيلم، عايزين يبقى ليك مسلسل. الحاجات دي بتديني دفعه قويه جدا طبعاً. جدا. فان شاء الله باذن الله حتى لما يعني ان شاء الله اخد خطوه كويسه جدا وابقى يعني من اهم الناس في مصر ان شاء الله قريب ان شاء الله، هعمل لهم حاجات بتمسهم، لان لازم يعني عشان توصل للناس تعمل حاجات من الناس. صح. انت عملت مشهد يعني اتحفر في ذاكره الجمهور. انا واحد فيهم بالظبط. انا اقول لك انا بتاع كلبش اتنين، مشهد اغتيال صلاح الطوخي. يا نهار، ده عايز اقول لك انا اتشتمت شتايم. ليه يا ميدو شتمت؟ وبص يعني حتى الكومنتات اللي كانت بتجي لي الناس بتقول لي احنا بنشتمك وبنتعاطف معاك، يعني اللي هو بصي مبدئيا انا كنت اصلا مبدئيا اتشتمت بدليل على نجاح المشهد. الحمد لله الحمد لله. كان ترند جدا في الوقت دوت الحمد لله، وتقريبا الداخليه كلها بقوا فريندز عندي على الفيسبوك. عجبهم. ريكوستات بقى وبتاع. وما تفتكرش ان محمود استاذ محمود بالزاوية يعني صلاح الطوخي مات في 100 صلاح الطوخي ما شاء الله، خد الموضوع بجد، خد الموضوع جد، دي حاجه كويسه. وبقى يصاحبوني، واللي عايز يعزمني في الاسماعيليه، واللي عايز يعزمني في السويس، وناس ضباط شرطه طبعا قد كده. خلينا بس اقول لك الاول الموضوع جه ازاي. واستعدت ازاي لارهابي متطرف بالظبط. انا رايح اللوكيشن يوميها على دور تاني غير الدور ده اصلا غير ارهابي دي بالظبط. فلقيت ابراهيم جاي، ابراهيم وفرج، بيقول لي يا ميدو دكتور بيتر عايزك تقرا الدور ده. قلت له بتحفظ في قد ايه؟ قلت له ماشي يعني شويه اون سبوت. قال لي طب هسيبك 10 دقايق. بصيت له كده قلت له ماشي 10 دقايق 10 دقايق. فسابني ورجع وراح مصورني. فهو بيصور طبعا المشهد كان فيه كلام فقلته، فراح بقى يصور كده ماسك الموبايل كده وبيبص لي كده، يبص كده بعد ما خلصت. بص لي كده قال لي يا نهار اسود، طب ثانيه واحده. راح واخد الموبايل راح دكتور بيتر. فدكتور بيتر قال له ميدو اللي هيعمل الدور ده. ليه بقى؟ ليه؟
هو تقريبا كان في حد مترشح فيه وبعد كده ما كملش. فدكتور بيتر شافني انا في الانكاست في وانت الموضوع. شفت ايه وانت بتقرا المشهد؟ انا شفت لا الموضوع كان ارهابي وبيفجر نفسه، فلا حسيته اكتر ان الكلام هيبقى في العين. يعني تمثيل اكتر طبعا. يعني حسيته اكتر الكلام هيبقى العين اللي هتتكلم مش البق. يعني انت مش هتقولي حاجه بتتكلمي، لا تعالى تعالى اهلا. انت ما دخلتش على طول ليه؟ يوم المشهد يعني انا فاكر سمحوني بالزاويه بص لي كده بعد ما خلصنا وخدني في حضنه وقال لي انت ايه ده، انت الله. مجرم. قال لي انت مجرم. فعارفه اللي هو انا اصلا ساعتها كنت يعني قبلها بيوم بحضر نفسي للمشهد، انا فعلا في البيت حاسس ان انا مش راجع تاني. داخل مستعد. والله العظيم وحياه ربنا ده احساس داخل لي جوه ان انا حاسس ان انا مش جاي، يعني انا خلاص رايح هفجر نفسي فعلا ومش راجع. في اللوكيشن لما رحت عمال ببص لكل الناس، يعني انا عمال زي ما تقولي بودعهم. انا خلاص ده اخر مشهد ليا في الحياه فعلا. واحنا بنصور يعني ما تشوفي بقى مشهد كان موضوع كان صعب جدا صراحة. وكان اللي عجبني اكتر يعني انا جيت في وسط الشغل حاسس ان الدور مش هيسمع والدور مش هيبقى حلو وبتاع، بس الناس ورد فعل الناس لما شفت بقى الشغل نزل لا الحمد لله. يعني طيب انت في كلبش اتنين صورت مع الفنان الكبير طبعا امير كرارة وفي الاختيار طبعا. طب عايزينك تكلمنا عن امير كرارة مش الفنان لان احنا عارفينه وبنشوفه، ايه الانسان؟ بصي بقى امير يعني مهما اتكلم عليه بصراحه يعني الراجل ده محترم جدا، مؤدب جدا، ابن ناس جدا، تعب جدا عشان يوصل المكان اللي هو فيها. في كلبش المساحه ما بيني وما بينه لان ما كانش في تصوير معاه، يعني ما اتقابلناش في مشهد واحد، بس كان مشوفني ازاي عامل ايه تمام اخبارك تمام. بس في الاختيار الموضوع كان اكتر شويه، يعني تقريبا احنا بنتصور مع بعض شايفين بعض قاعدين في الصحراء في الرمله، فبقى في شويه كلام كتير. طب في موقف ما تنساوش معايا؟ في مواقف عايزه واحد يعني انا هقول لك اخر 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 يوم تصوير ليا واخر شوط صورته. انا كنت مشيت وخلاص لبست ودخلت اسلم عليه وقعدت معاه شويه في الكرفان بتاعه، قعدنا نهزر ونتكلم ومش عارف ايه وقعدنا نحكي شويه في مشواره طبعا الفني والصعوبات اللي هو واجهها. وانا حكيت له وانا من نوع يعني انا مش بحب اقول ان انا رحت لفلان وما حصلش نصيب وما بحبش ابين الجانب دوت للناس، يعني اي مجال في الدنيا واي في قصه كفاح وراها، يعني الناس طبعا دايما بتشوف انت وصلت لحته معينه خلاص هي شايفه صرف الحته دي، انت عايزهم يشوفوك في الحته دي. انا مش عايز يعني فبنحكي فبقول له والله ده انا بقالي كام سنه وبقالي كذا وكذا وكذا. قال لي انت ممثل شاطر يا ميدو، اصبر وهتاخد وقتك. وكميه الطاقه الايجابيه اللي ادهاني الله يعني مش قادر اوصفها. فانا انا قليل جدا لما بكتب حاجات على الفيس، يعني ممكن مثلا انزل بوست لساره او اكتب. فانا رجعت بعديها كنت عايز انزل بوست لي في اخر حلقه، فلقيت لا انا هنزله بوست، كانت الحلقه 26 تقريبا، فنزلت بوست لقيته راح داخل وما عملتش. انا مش بحب اعمل تاج كتير او ممكن انزل بوست عندي لو هو شافه خلاص. فلقيته دخل وبيشكرني جدا وبيبارك لي جدا وبيقول لي انت هتبقى نجم في يوم من الايام. طبعا انبسطت انت قوي الموقف ده. بصي دايما بشوف يعني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا صح، خصوصا للفنان. يعني ممثل خصوصا الممثلين اللي بيبقوا طالعين او بياخدوا فرص كويسه صح في بداياتهم، اي كلمه حلوه بتبقى سبورت ليهم جدا، بتفرق معاهم جدا نفسيا. صح هو يعني دايما اقول الفنان نفسيا سواء بقى مطرب بقى ممثل ايا كان ايه هو نفسيا يعني تعملي اي حاجه، ودي الميزه اللي بتميز اليابانيين. الشغل مع الياباني
بجد يعني مثلا بيشوفوا التعب طول اليوم بتاع المرشد بتاعهم. بنروح مثلا الاقصر واسوان وابو سمبل والواحات، بنلف مصر كلها والمعابد كلها، فييجوا في اخر اليوم يقولوا لي شكرا جدا، احنا تعبناك جدا برضه، اريجاتو جوزايمس، يعني متشكر جدا. هبقى اعلمك بعد الحلقه لازم نتعلم انا بعد الحلقه في عندي فديت من الحاجات الكويسه جدا والحاجات اللي انا استفدت منهم حتى في شغلي في التمثيل، استفدت من الياباني في حاجات جدا بستخدمها في التمثيل. حلو قوي. بس انا عايز اقول لك بالياباني شكرا يا ميدو نورتنا النهارده. خلصت فقرتنا، هقولها لك ازاي؟ هاي دوم اريجاتو جوزايمس، زي ما انت سمعت، زي ما انت سمعته كده. ميرسي يا ميدو نورتنا. انا اللي ميرسي جدا ليك يا ساره، ودايما تبقي ترند كده في البرامج بتاعتك، ان شاء الله ناس كتير هتشوفها، ان شاء الله تبقى نجم ودايما معانا في التلفزيون. يا رب يا رب، وده شرف ليا، وبشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا، وبشكر المخرج والمصورين والصوت والناس كلها، ومجهودكم باين وواضح، وبرنامج متشاف كويس جدا. الحمد لله. الحمد لله. نورتنا يا ميدو. ميرسي جدا يا ساره. نشوفك ان شاء الله في ترند جديد. السنه الجايه ان شاء الله. وخلصت فقرتنا مشاهدينا.